تقع بلدة سلوان جنوب شرقي القدس، وتعتبر البلدة الأكثر قرباً إلى هذه المدينة المقدسة، وبالأخص البلدة القديمة وأسوارها. يحاذي سلوان من الشمال المسجد الأقصى المبارك وسور البلدة القديمة وحي المغاربة الذي دمره الاحتلال بعد حرب 67، ومن الغرب حي النبي داود وحي الثوري، ومن الجنوب أراضي بيت صفافة والتي أقيم عليها معسكر الجيش البريطاني وجبل المكبر وعرب السواحل الغربية، ومن الشرق قرى أبو ديس والعزرية والطور. وتشتهر سلوان بأثارها ومواقعها التاريخية. سلوان كغيرها من البلدات المجاورة للقدس لم تسلم من هجمات المستوطنين الذين يسعون للاستيلاء عليها بشكل مكثف وطرد سكانها من بيوتهم، واعتداءات تتصاعد وتزداد بشكل ملموس يوما بعد يوم ضمن سياسات احتلالية وخطط موضوعة منذ سنوات تتركز بشكل مكثف على البلدة وأهلها، والهدف تفريغها من سكانها. اعتداءاتهم لم يسلم منها البشر أو الحجر، لكنها في سلوان تميزت بالاعتداءات المتكررة على الأطفال سواء بالضرب أو الاعتداءات الجنسية، ووصلت في بعض الأحيان لمحاولة دهس متعمدة، ولم يسلموا من قوانين مجحفة بحقهم بالإقامة الجبرية التي تمتد لأشهر أو حتى من الخطف من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. بلش اسمك قلت له تامر، بقول له وين هويتك؟ اعطيته هويتي. اجا بقول لي ممكن تلبس معه؟ قلت له ماشي بلبس مش مشكله. لبست معهم، اجا واحد مسكني من ايدي تنتين، وصلت تقريبا 10 متر تحت عند جيراننا، اجا واحد جرني مسكني ربط جرني على الارض. كيف جرني؟ بس واحد مسكني، واحد مسكني مني وجروني، ركود نزلوا فيي. بيهددني بقول لي بدي اضربك اذا بتعترفش. مسكني من رقبتي وحط راسي بالطاوله، بقول لي قال اعترف بسرعه، وبلش يخوفني ويلا اعترف، هلا بدي اجيب هذا وابلش فيك ضرب. بقول لي هلا انت بدك تعفف، بدك تضل هون، بدك تضل هون عبين ما كل مره كل ما يعطوك انك بدك تروح من اجلك، نخليك هون ما خليك تعفف في السجن، وممنوع تروح انت. ممنوع معامله الطفل معاملة بدنية سيئة، بمعنى عدم ضربه، عدم إهانته، عدم اللي بيصير بأنه الطفل يتم اعتقاله بصورة همجية، بصورة متوحشة، متناسين طفولته، ناهيك عن الاعتقالات العشوائية، يكون الطفل رايح على دكان، رايح بلعب، رايح بغض النظر، يتم اعتقاله بطريقة غير قانونية لا تراعي حقوقه. نحن نحمي طفولة هؤلاء الأطفال وهم يجردونهم من طفولتهم، يجعلونهم رجالا قبل الأوان. فحقيقة استهدافهم للأرض وللمقدسات جعلهم يستهدفون مستقبل هذه الأمة بأطفالها الذين هم نواة المستقبل ونواة التحرير بإذن الله. سكان وادي حلوة في سلوان قرروا ألا يستسلموا لأجندة الجمعيات الاستيطانية الأخذة بالتصاعد لتهويد سلوان ووادي حلوة بشكل خاص، فكانت الخطوة الأولى هي وضع استراتيجية فعالة لمقاومة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية التي هي بمثابة اليد الخفية والمحرك لكافة المخططات. فكانت المبادرة بإنشاء مركز مدى عام 2007 بمبادرة من نشطاء سلوان الذين جعلوا حماية الطفل السلواني وخلق بيئة آمنة له على رأس أولوياتهم. وفي عام 2009 أنشئ مركز وادي حلوة للمعلومات الذي يهدف لنقد المعلومة الصحيحة بكل دقة للحفاظ على مصداقية الحدث ولترسيخ الوعي والهوية الفلسطينية الموجودة في بيوت وأحجار وشوارع وحتى أشجار وبساتين وعيون وسماء سلوان، ولإسماع صوت السكان أهل سلوان قصصهم ورواياتهم تفاصيل حياتهم اليومية، كما يروي تاريخ سلوان روايات الآباء والأجداد والحضارات كافة التي قامت بإعمار القرية أو حتى تلك التي دمرت وعاث فيها الاحتلال فسادا، فهي واقع تاريخي جزء من القصة الكاملة ولا رواية مبنية على أجندة سياسية.
ومن الجدير ذكره أن مركز المعلومات كان قد تسلم أمراً بالهدم بعد 24 ساعة، ناهيك عن ممارسات الاحتلال اليومية من اعتقالات للناشطين والأطفال من داخل ساحات المركز، كرسالة من الاحتلال أن المركز لا يستطيع حماية أحد. شفنا أنه في حاجة أنه نقيم مركز معلومات داخل السلوان. عندنا كثير صور مشوهة تنقلها الجمعيات الاستيطانية عن بلدة سلوان، وبتمتلك القصة وبتمتلك الأثار وبتمتلك كل شيء، وهي عينت نفسها أنها تتكلم باسم سلوان وعن سلوان. فإحنا طبعاً مش عاجبنا دور هذا، فإحنا أخذنا الدور تاعنا، حبينا نأخذ الدور تاعنا عن طريق إنشاء مركز معلومات لسلوان في داخل سلوان، وإحنا نقدر نوصل المعلومة حتى للفلسطينيين قبل الغرب، قبل الأجانب. واليوم نقدر نعتبر إنه مركز المعلومات استقل شيئاً عن مركز مدى الإبداعي. لكن النشاطات المركز لا تقف عند هذا الحد، فهي تتجاوز ذلك بكثير، فهو يقدم الاستشارة القانونية عن الاعتقال وخدمات مجانية من محامين للدفاع عن المعتقلين، إضافة إلى تقرير شهري يرصد فيه الاعتداءات والانتهاكات بحق سلوان، الاعتقالات والتحقيقات والاحتجاز بحق سكان البلدة من شيوخ ورجال وأطفال وأعداد الشهداء. ويلقي أيضاً المركز الضوء على أبرز الأخبار الخاصة بالبلدة من اعتداءات وانتهاكات للمستوطنين بحق السكان، إضافة إلى تعرف المتصفحين للموقع الإلكتروني على أهم المواقع السياحية في سلوان والانتهاكات بحقها. الطفل لما يتعرض للصدمة تعتبر صدمة نفسية له عند اعتقاله أو مجرد تحقيق معه، لو لمدة قصيرة أو مدة كبيرة. كثير من الأسرى اللي تعاملنا معهم اعتقلوا لمدة سنتين ثلاثة، ما ظهر عندهم الآثار اللي ظهرت عند طفل اعتقل لمدة ساعتين. من الآثار النفسية اللي ممكن تظهر عند الطفل بشكل عام: عصبية، عناد، لا مبالاة، انسحاب من المجتمع، إضافة لتبول الإرادي، أحلام مزعجة، أفكار اقتحامية اللي ممكن تسيطر عليه فترة من الفترات، خروج عن طوعة الأهل. هم بيعتبروها على أساس أنه بتيجوا الأهل لأنه بفترات معينة إنه ابني بطل زي أول، ابني اختلف، ابني صار عصبي ما يردش علي زي أول. كل هذه أثار نفسية ممكن تظهر على الطفل عند تعرضه للاعتقال. إضافة لهيك تدني علاماته في المدرسة، هروبه من المدرسة، توجهه مثلا للمخدرات، للتدخين. وكثير الأطفال اليوم إذا ما لقوا المؤسسات المناسبة أو الأهل المتابعة من الأهل ممكن يتوجهوا للتدخين والمخدرات. التقنية الأساسية في العلاج يلي بيتم من خلالها تقليل من آثار الصدمة، إضافة لتوعية الشخص أو الشاب أو الطفل نفسه بذاته وبأهله، إضافة لدمجه بالمجتمع، وإضافة لهيك تحسين تعامله وتدخله مع البشر ومع الناس من حوله وإعادة ثقته بنفسه. يرسم المركز من خلال نشاطاته المتنوعة الفنية والرياضية والموقع الإلكتروني الواقع المعاش في سلوان، ومبرزاً ملامح الحياة التي بدأت على أرضها منذ آلاف السنين مروراً بحضارات مختلفة، سارداً الرواية الحقيقية بكل جوانبها، متمسكاً بحقه في العيش فيها بكل هدوء واستقرار، رافضاً أي مساومة على أي حق من حقوقه. لا يصلح الحال بالشعارات والكلمات الرنانة والدعم المعنوي، فإذا لم تتكاثف الجهود وتضامنت جميع القوى وأجمعت على أهمية توحيد الجهود للدفاع عن الإنسان وحريته عن حقه في البقاء على أرضه، فلن يصلح الحال ويصبح إصلاح الحال من المحال. هذا هو وضع سلوان بسكانها، بأحيائها، أشجارها وثمارها. صمودهم وثباتهم رغم بساطة الدعم يثبت أنه من المستحيل إزالتهم أو اقتطاعهم، لكن المخططات لا تعرف الإنسانية ولا تتوقف عن مضايقتهم ووضع العقبات أمام صمودهم، فهم باقون رغم كل المحاولات أحرار ثابتون، لا تستطيع جرافة أن تمحي تاريخهم ولا بإمكان مستوطن أن يلغي وجودهم.